السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايده قيمة هي قدرت مدنو ميالك استو أدافه دوني دي أتكتشوك تان سبح ونكسن قلب ونكسن يهبي ونكسن وحكستو أيدين تهيبة ونكسن كسو دوادة وربحيني دي دق دقاها أما أبريتك ها إي مركستا إي غوركستا إي حل كستابة آنوغا بارتين وحان دين ودا جراد مختار او سيسغو تيي عيد ملحاد له كواس او كوة جهان مغالد اوغ سي اي اوغهور تغان ويراركا اي سوقا دي دونان مليشيات كي لمقع بحي سومالي لان كواس او شن اي لواتن كي بيشاه لغا ساري قدد كي غوش عادي لنا عكالان وحان دين ودا عد لغا دوباي فايسر عبد بوتان او كوحران سلديقر دحي اي مغالد الاسعانود عد كاس او او دوباي اهلدي سي ايا اسنا لسو باندقاي وانا ازلو دا قدونا لنا عكالان وحا سوق القولياه ديارة ده ودا حقرقار كعالميقا اه كواس او كسوق القولياه مغالد الاسعانود ايادان موقال ايان دي كودا حالك موقال كان او دنبايانا او نغندونو سوقي دي مغالد الاسعانود او سيديد بروت كدب دبلو فري كدب مركي ملشيات كي لغا ساري قدد كي اي كو قودن سنايين اي قو چاده انتا اينا نو قدو قلين برنامج تدا سوردان سيدي عادادا اينا اهيد فلان حدان دقو عصوب تهي سبسكرايب نورده لان سيوداك ساحبا فربادان ونكسن سيدي ايدن كوكلا هوري حدي اندلو چوكتين هواند كمهد علينيا لايك تو هوا نو اير قلين ميلو فوق فوقن ويقار سينسا وحي تلايو تسالانا كومنتيقو هوسي ايا نقلو ودا اكرتان كسو دوادا هدابا حدي ان كوهر ريو مغال كينا كواد وحا او نقونا يا جراد مختار ايا وحا او سيسيغو تيي عيدامو آدي آد او تربادان كواس او كوة جهان مغالا ده قوميس ان انتينان او سيقود جلين اينو مغال كجرادكا اينو داون وچهاد دير بلغونا يا والسكو صلا اللعبان يا والينغو صلا نغونا يا وانا حجيسان اداميشين إن شاء الله بإذن كل واحد يقول إيش الإنسان يقول هذا من نمر الرحيم صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي مقشان ما شاء الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الله بما هو قد نوصل ناتي شو أقاشي يهمل ويهمل في شهرين با وإله الله هو بعضيه يقولش أنصه إكسين أداتي العيد مدينة يكوي كريه قربينا جوليبا يتوكين فرحان آهد يا آهدو إن بالخنتي الله إيا مالتي تنعيه أن كنت ما شاهد إنه يقوله فبقوله دولة أبا أدين إيروبي نقطه أدين مرايكا يكن هذا نقطه يودك قدي سومالي فربضانا سومالي وين اردن بامريكا سي تشوتي نوغد بالدي سي بوشا شراي تبعيهي ازو هيسين البرد وتاكيدين ايا بوشا شراي تبعيهي العين سيي بركا يسوي ديسان مرحبا انا هم اللعين وتمام تفوت عمي سوى تولي يا رب دا يالي يا رب انا لك يا بابا تعطينا دي مقطة اسمي دي المحرر مكة مرحبا اتشاب كنت على يوكس انتي قراتكو وحق سيسيكو تي عيدامو كواس او سيتوسا وقوة جهان difaacyada hore ee ciidamada xaqudirka jamaahiirta SSC ee magaalada Gumees. Gumees waa difaaca u dambeeya ee ay uga xiran yihiin ciidamada xaqudirka jamaahiirta SSC kuwaas oo diyaar u ah inay mar walba xilli kasta iyo goor kastaba ay ka hortagaan duulaanka ay soo qaadi doonaan maleeshiyaadkii la magac baxay Somaliland kuwaas oo 25kii bisha laga awood roonaaday hubkii iyo ciidankiiba gacanta lagu dhigay mar walba waxay diyaar u yihiin inay difaacaan dalkooda iyo shacabkooda iyo deegaankooda aynu soo laabana hadaba muqaalkeena labaadna waxa weeye Faisal Cabdi Bootan waa kornel ki weynaa ee haystay ciidamada maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland
oo hadda ku sugan ama ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Lascaanood ayaa cod uu u duubay faamiligiisa ama reerkooda ayaa isna la soo baahiyay bal isagana aanu dhageysan. بسم الله الرحمن الرحيم وفيصل عبد البوطان بعد فوق الله سعانود حبس قد حي الله سعانود حوالي بعن وما قبو يان لي ورورين تدكي جبان لتشوغا هدي رفع وحي يمي حبد الرزاق عليف أحمد الصواب بوغضي مغلي وحي يرايرا هميلها كبحايا وضياش مقاردة كميدا سيوانا سنبان اسو عرقناي قضياشا كلا ايا مامل كلاكو تشوغان وانا سرقناي ايدا منا دوي تشوغان بغالغن تشوغان داقا اللو اسكدعا لكن وحي كلوان ميشي دي بروبغاندوين كالالي هاي نينكا والا لابحايا ايا عيدا بالا لابحايا ايا وحاسا لابحايا وحا وحبا كما تشيران انو قوب امان بان تشوغات داتو نبا يشغينا ايا انكا لغو حلو الفيوغادو داتا يان لقامامنين يان لألامنين وحيق دعي دعي aan adii ilaahay raali ka noqdo marka wax dhiba ho jira ma jiraan hadaran waxaan soo diray kleebka Cabdirsaaq Cali baan soo diray iyo waxaan la jooga isna waxa uu u diraya doona dadka gacaynkaas in isku ogleeyo salaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh. Faisal Cabdi Bootan waxa uu cadeeyay warar suuqa ku jiray oo been ahaa oo ay ka mid ahayd in Faisal lala baxay ama maxabiis kale in lagala baxay saldhigyada oo la dilay ayuu beeniyay waxa uuna ku tilmaamay wax kama jiraan waxa kaloo uu sheegay in si wanaagsan oo gobnimo leh loola dhaqmay isaga iyo maxaabiistii kalaba. Runtii maamulka maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland waynu ogsoonahay maxaabiistii ay ka qabteen ciidamada SSC sida ay ula dhaqmeen kuwii hadda laga qabtay ciidamada maleeshiyaadkana reer SSC sida ay ula dhaqmayaan runtii waad aragteen sida ay ula dhaqmeenna waad daawateen. Muuqaalkeenna ku xigana waxa uu noqon doonaa waxa soo qulqulaya diyaaradaha wada gargaarka caalamiga ah kuwaas oo ku wajahan magaalada Lascaanood. Haddaba gargaarkii u dambeeyey ee la keeno ama la soo gaadhsiiyo magaalada Lascaanood waxaa la wareegay madaxweyne ku xigeenka bal muuqaalkaana aanu daawano. Maato tahay bishuu 28-kii bishii 8-aad 2023 waxaa runtii farxad iyo reerheen loo ah inaan joogno xafiiskii maamulka hoggaanka maamulka SSC Khaatumo. Waxaan runtii u mahadcelinaynaa golaha sare dhaqanka, golaha dhexe, golaha fulinta oo runtii uu maantana qaabilay hoggaamiye ku-xigeenka Mr. Dr. Maxamed Shiino. Intaas kadib waxaan runtii halkan ku wareejinaynaa maanta maamulka mucaawino kooban oo ka turjumaysa runtii baaqii golaha sarena ay soo saareen oo ahayd in la soo gaaro midda ugu muhiimsan oo ahayd gurmad caafimaad. Gurmadkaas caafimaad oo aan wakiil runtii uga ahayn wasiir dowladaha wasaaradda batroolka iyo macdanta Maxamuud Mashruuc oo safar shaqo dibadda ugu maqnaa oo aan xafiiskiisa agaasinka maaragtay xafiiska wasiirka aan anagu wakiil uga ahayn. Waxaan ku faraxsanahay inaan mucaawinadaas kooban ama gurmadkaas aan ku wareejino maamulka oo gaaraya 180 kartoon oo isugu jira dhammaan daawooyinka iyo agabka caafimaad ee emergency-ga ah. Runtii waxa aad adigu iska dhigto ayaa lagu qiimeynayaa ama caalamku ay kugu qiimeynayaa. Dhowr bilood ka hor wax gargaar iyo wax beel caalamiyo wax la gaadhsiin jiray ma jirin. Maantase reer SSC gacmahooda ayay wax walba ku kasbadeen oo ay ku hagaajisteen markii ay deegaanadoodii ay la wareegeen cadowgii ama ciidankii dul fadhiyey ee madaaficda arxanka daran la dhacayay ay iska saareenna iyagii ayaa hadda loo soo kala horsanaya haddii ay beesha caalamka tahay iyo haddii ay maamul goboleedada kaleba ay tahayba.
هدبا مغال كان ودن بيا وحا او نقون دونا سيديد بلود كدب وحا الباب دا لو فري كان عسيقي قدها مغالة دا لاسعانود بل مغال كان اينو داوان وانا في عندها دكامة دي والا فري هلبكي والا قلي اين هدوم كذلي هين ميل والباوال ايبين ايا حولي سيلد دي حولها والا فري نمعالو كتشي وحانو هاركا دي ادبا فخر ادي ادبا شعور تايدوك عسانتهاي فرحاد وديت سبب تاسوعة إلى هي وحي هلك هو كسر هاي دوش النجاق دعيي أنا هبر دافين وضي دافين إنا دافين نجاق عيي إلى هي النجاق عيي وأنا ما هتقول نغينا عقب هذا سنة وامدا النجاق جلين هديم هي لبتنا إلى هي با إسكاله إلى هي بدوفا نديس كوك عيي يدب الرديسة وأنا الكبر كبير كاسة إلى هي كتشبي يني منك إن توحان لي هي سوق آد بوفر مي وفي عيي والقصو ياعي تذكر تهوستي إذا كتشري بايمي ما شاء الله مانت سيدي إلهي لوغا برتي هدي إلهي نوغو ودو نمع أدون ويا مانت إياغا نوحان ليها هداد داد السلام والشهادة كل شيء تهين كبير با سيدا إدين قرأي كبير كا مانت وحقوقاته أو دول بحانت إدين مان لينو هرتي إدين مان رنتي هل كاني وقودها مقالة لاسعانود قناع السيقي أو ديب لوفره لح بلوت كهر جناع سيسكداي لامي حتى لما مريشرين نفتنا لغوما با اهمنيشر وحا الى هاي فضل جيه ان مانتا مليشيات كي ماركي قد كي لغا ساري قوش عد اي شعب كينا اي دب اصولا منيان قوبو هودي اي قريو هودينا اي كسو نغدين هادا نلسو قردي الى دماتك سبسكرايب نورده لنسي وداك ساحب فربدان ونكسن سيدايدين كوكلا تانين تنوكا كل مدونو وحن دي كي تغيية في أمان الله.